أكبر الله أكبر. كيفاش الأجواء أخويا ديال العيد هنا في أمريكا؟ يعني هاد الأجواء كاملة كنفتقدوها أكيد في الغربة. وسكيليب شنو أخويا داكشي جبتي أنت في داك الساك للدراري؟ هادي الطروشينات اللي غنمشي بها للجامع باش نصلي صلاه العيد اخوت. لاحيت اليوم ما كاين الزحام بزاف في الطريق، كلشي باغي يمشي يصلي وما كاينش باركين نهائيا. شوف اخوت كاين الزحام ديال بصح كلشي تقريبا غادي للجامع، غادي نبارك الطوموبيل في شي قنطه الخوت وغادي نمشي في الطروشينات باش يلاه نشد الصلاه ان شاء الله. المهم الخوت هي جبدنا الطروشينات ان شاء الله غنتحركوا بها. هاي عندي شي لعيبه ديال التليفون غندير فيها الجي بي اس وغنكمل الطريق ان شاء الله. والله شي طروشينات الخوت في المدينه اللي احسن من الموطور والطوموبيلات. تخيلوا معايا ما كتزحم مع الطوموبيلات لا والو، وما كتقع في الستوب لا حتى شي حاجه، وما كاينش اللي برصتك. احنا وصلنا للجامع دابا، خليكم معنا الخوت. كيفاشك الاجواء اخويا ديال العيد هنا في امريكا؟ اخويا عامل الاجواء زوينه الحمد لله هنايا، شتي الجامع كلشي عامر، الناس صلاو، يعني الاجواء زوينه. هو ملي كتخرج شتي داك الجو العائلي، ويعني الناس العائله مجموعه، وداك التعارف هو اللي ناقصنا صراحه، هادشي اللي ناقصنا هنايا. يعني ناقصك العائله والوالدين يكونوا معاك هنا بطبيعه الحال، هادوك هما اللي ناقصين هنايا. الحمد لله كلشي موفر هنايا. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد. الاختلاف اللي تيكون في الغربه هو الاسره، العائله، الحلوه، الدكاتاتاي، الضحك، النشاط، النكات، حوايج العيد، الدراري الصغار باغيين فلوس العيد. يعني هذه الاجواء كامله كنفتقدوها اكيد في الغربه، اي بلاصه في الغربه راه كتفتقدها. ولكن الحمد لله الاجواء الروحانيه والصلاه والامور الدينيه راه الحمد لله كاينه معنا هنايا. معنا خونا عبد الغني حتى هو غيهضر لنا على الاجواء ديال العيد في امريكا. تفضل خويا عبد الغني. تحيه لك خويا امين. الحمد لله يعني كانت اجواء يعني مزيانه، ادينا الصلاه مع الاصدقاء في المسجد اللي هو قلت لك يعني في جاليه مغربيه ليا كثيره. يعني كتكون فرق كبير مع انك تادي الصلاه يعني في المغرب ووصل الناس، وصل العائله والاخوه ديالك. ولكن الحمد لله يعني كانت اجواء مزيانه، استمتعنا يعني بالوقت ديالنا، ادينا الصلاه كيف قلت لك. يعني كنا العيد بعدا ضروري اخويا ضروري اجواء كنا ناقصين العائله يا ضروري. كاين واحد الفرق يعني كيف قلت لك مقارنه بالمغرب، وسط انك تادي العيد ديالك وسط العائله والخوت يعني كاين واحد الفرق كبير يعني مقارنه بامريكا مع المغرب. ومن هذا المنبر يعني تحيه للعائله ديالنا وتحيه كاع السراغنا كاملين. سرغيني يا خويا. وانت منين؟ سرغيني تحيه السراغنا من هذا المنبر. سراغنا يلا تحيه من امريكا من بوسطن. من بوسطن. وانت خويا نجيب منين؟ من بني ملال، وتحيه للناس ديال بني ملال من الميريكان. عينا سردون. عينا سردون يا سلام القصر عينا سردون. الله يحفظك خويا نجيب. وسكيليب شنو اخويا داكشي جبتي انت في داك الساك للدراري الصغار؟ بلي داكشي عامر اخويا. عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله. خويا اجواء ديال العيد راك عارف، الدراري الصغار تما خصك شويه تولف لهم الاجواء ديال العيد. جبنا لهم اللعاب للدراري الصغار، جبنا لهم بحال باش ما يكعوش لينا. جبنا لهم لعاب. انا الطابله ديال العيد اخوش، حتى حنا عايشين الاجواء. سمعت بان الطروشينات تمنعات في المغرب الخوت، واش بصح ولا غير كذوب؟ الله يحفظكم جاوبوني باش لك تهبط للمغرب ما نهبطاش معايا يحبسوني في المغرب. الا بغيتو ندير لكم على خوت شي ريفيو على قبل الثمن والوزن والسرعه ديالها، خليوها لي في كومونتير ومرحبا على الراس.